بهذه الطراهات التي عند القوم والقيل والقال، أقبلوا على ما ينفعكم، حاملين بقول نبيكم، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، احرصوا على ما ينفعكم. اشتغال بجهالاتهم هذا والله لا ينفعنا يا إخوان، يضيع علينا أوقاتنا وأعمارنا، وربما نغضب واللي يكون كحالي هذا عنده شوية السكر وكذا، نهار كامل ونطلع السكر هكذاك ترتاح، أنا والله غرتاح خلاص، أصبحت ما أعرض عن هذا، أعرض عن هذا، لا حتى اللي يسألني يقول له خلاص هذا 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 أمر قد انقضى خلاص تم، راح نبقاو فيه، نبقاو فيه. برا واحد يرسل لي علامة دفعش على الشيخ فركوس، يا سبحان الله العظيم، أنت الآن تأمرني ولا أنا مانيش مشتغل بما 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 أشغلتم به أنفسكم. هذا رجل لا يفرق بين الخطأ والطعن، هذا يقول أصلحه الله تعتبر طعن، هذا يقول أخطأ الشيخ في هذه المسألة وأنه نقل كلاما لغيره من غير عزو، وهذه عند أهل العلم من السرقات العلمية، يقول هذا طعن في الشيخ. ايش طعن في الشيخ؟ أولا تثبت، تثبت إذا هذا حق أم باطل، إذا كان حق لا لما تكابر؟ والكبر هو بطر الحق، أي رده، يعني لما وقع فيه الشيخ يصبح باطل. الحق حق، الحق أبلج، يبقى كذلك، على الشيخ أن يتدارك وأن يراجع وأن يتراجع. سبحان الله العظيم، أنت نبهوني على أمر أنا ما انتبهت لهش من قبل، ما عادي ما شغلتش نفسي بهذا. قالوا من شبههم، قالوا كنت ترد على الصحافة لما اتهموا الشيخ بهذه التهمة، إيه كنا نرد وما زلنا نرد عليهم فيما نعتقده، والاعتقاد هذا ما يتغيرش، قد يتغير. أنا رديت عليهم بلك هذا خطأ من أخطائي من غير أن أتثبت، هو أمورهم هي على كل حال ليست كأمور بعض إخواننا الذين أخرجوا هذه الأخطاء، هذوك من البداية ما هوش هذا ما موضع التفصيل فيها، فرق بين هذا وذاك. كتاب كله مأخوذ عن واحد تكفيري، كله أنكرنا على هذاك الملبس لما أخذ كتاب كله تعفلات الوضع في الحديث كله برمته، غير غير الاسم، نحى عمر فلاتة ودار تأليف أبو الفضائح صلى الله العافية. إيه هذا منكر عظيم، وزيد يقرر لما يخالف أصولنا، لما يخالف أصولنا. احنا ننبه بعضنا البعض في مثل هذه المخالفات، وننبه الشيخ أنه مخطئ في هذه المسألة، والله هذا الذي نعتقده أنه مخطئ في هذه المسألة، وكان فيها على الحق موافقا للعلماء والأئمة، وكذب ادعاء هذا ونسبة هذا لمثل الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني، والله كذب عليك، غير صحيح أبدا. الناس لابد يكونوا رجاعين للحق، الله عز وجل بماذا أمرنا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وننبه هذه الإخوة اللي راهم قاعدين يديرون التراجعات السرية أن هذه لا تنفع، اتقوا الله في أنفسكم، هذا دين الله عز وجل، هذا ما هو دين فركوس ولا قدور ولا عمر، دين الله. كيف رجل قال قول نبه على أنه خطأ تروحوا تغيروه وتصحوه من غير الإشارة إلى أنه تراجع
أو أنه تصحيح من المخطئ، هذه جريمة في حق العلم، جريمة في حق العلم. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا جزى الله على خيرا، أنا أقولها وأتحمل تبعاتها. هذا الشباب الذين اجتهدوا في بيان الحق لإخوانه، سأل الله عز وجل أن تكون نيتهم نصرة الحق وإحقاقه بين الناس، تكون هذه نيتهم حتى يؤجرون عند الله، وإلا فإنهم قدموا عملا جليلا. يجيبوا هذه التراجعات السرية وبعد يخرجوا لهم الصوتية، هيا زيدوا فاصل صوته الآن، أمحيوا صوته وديروا صوت آخر، كفانا. الله عز وجل صاحب الحق ينصره ويؤيده، وصاحب الباطل يفضحه آجلا أم عاجلا. نسأل الله أن يعيدنا من الفضائح وأهلها، وأن يجعلنا ممن يلزم الحق، ودائما وأبدا دعوتنا هي دعوة نبينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وبارك الله فيكم.